شغالة بيها، يبقى الأربعة لتر حليب دول هضيف عليهم لتر ونص أو لترين من المية كمان، ونشتغل ونكمل بنفس النسبة. طب ايه الفرق بين الكاسترد؟ سلمى مصرة تهزر معاكم في الفيديو ده عشان هي دايما بتساعدني في الإطعام فبتحب تدخل معاكم. هنا ايه الفكرة، ايه الفرق بين الكاسترد والباستري؟ الكاسترد يا جماعة بنعمله على السخن زي ما احنا عملنا كده على النار، لأن هو عبارة عن نشا أصلا وفانيليا، فهو مش حاجة يعني تمام. لكن لو احنا عايزين نعمل باستري، لا الباستري بيتعمل، انا بتكلم على الطرق الجاهزه مش بتكلم على الطريقه اللي احنا نعمله فيها بيض وصفار بيض والكلام ده. لكن الباستري بيتضرب بالميه، نحط عليه ميه او حليب بارد متلج ونضربه بالمضرب او حتى نقلبه بالوسك اليدوي كده. فده الفرق بين ده وده، ده حاجه وده حاجه. يعني الكاستر الباودر ما ينفعش يتعمل بوصفه زي دي كده تبقى شويه مقلبيه، لا ما ينفعش. هنا انا عايزه على الوش بقى ممكن تحط شويه مكسرات، انا اللي كان متاح معايا ساعتها سبرينكلز وفارماسيل. لو في مكسرات ممكن تحط فتكون احلى، ووزعتهم على الوش، بس طبعا بنوزعهم بعد ما العلب بتاعتنا تبرد تماما علشان ما تسحش الالوان دي، الالوان نفسها ما تسحش وتبقى شكلها مش لطيف. خلاص عملنا ما شاء الله 45 علبه عملناهم، كلفونا قولوا 110 مثلا على 45 علبه، يعني كل علبه متكلفه حدود ال 2 جنيه ونص مثلا 3 جنيه بالكتير. يعني لو انت حابه تعملي مشروع تبيعيها ب 5 جنيه، ممكن تقفوا لو حد حيبب على باب مدرسة، على باب حضانة، على مثلا على أي أماكن فيها تجمعات زي الحدائق العامة والجنان والحاجات دي، وأظن ب5 جنيه العلب هتتخطف يعني، وهتبقي توزعي معاها معلقة صغننة. بالنسبة للتوزيع أنا دايما بتسأل على التوزيع، مين يوزع لي مين يوزع لي؟ بصوا يا جماعة في الشغل مفيش حد هيعمل لك حاجة، اللي هيوزع لك هيشاركك في الربح، وبالتالي هتلاقي نفسك مكسبك مفيش، مكسب هزيل جدا وضعيف. فاحنا بنعتمد على نفسنا. انت ممكن لو انت قاعد، طبعا اللي هيعمل صنف زي ده اكيد قاعد في منطقة شعبية لانه محتاج يبيع صنف.